ابن عجلان أكثر، وفي رواية ليلة الجمعة، وفيها أن الصلاة على النبي في كل وقت وحين لكنها تزداد من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة. هكذا نفهم أكثروا علي من الصلاة، الصلاة على النبي في كل وقت، حديث أبي بن كعب كما جعلك من صلاته، لكن تزداد من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة. وهنا مسألة يقولها الناس، يقول أيهما أفضل في يوم الجمعة، أن نكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم أن نقرأ القرآن؟ فلا شك أن ما ورد خير مما لم يرد، هذه قاعدة حبايبي، اللي ورد خير مما لم يرد.